صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ اللي غيشوف هذا الفيديو غيقول هذه دايرنا فيديو في الليل، وقت اللي يشوف عيني يعرفني يلا فايقه. المهم البنات صباح الخير، هذا النهار هذا مصوره لكم من الصباح. انا يلا خرجت، عندنا شي شويه البرد، جلسة هنا كنسخن في الطوموبيل، قلت اللهم نبدا الفلوغ من دابا مع البنات، واخا عينيا باقا مبوقلين واخا باقا مبوقله. المهم اليوم خارجه شويه بكري، غادي ندخل مع السته، داكشي علاش كتشوفوا الدنيا باقا كل هاد الماء، شو الدنيا كلها مازال هاد الماء. المهم ان شاء الله غادي نشاركوا مع بعضياتنا هاد النهار هذا، نبداو على بركه الله في هاد النهار هذا. يلا نتوكلوا على الله البنات، بدايه موفقه ان شاء الله. ماما البنات هذا وين؟ يلا خرجت. المهم اليوم درت يلا ركبت غادي نديماري، قلت لا غادي نمشي لهوم جودز، انا بغيت ناخذ شي ديكور، بغيتو كهديه شي حاجه زويونه اللي فهمتوا، شي حاجه زويونه بغيت نديها. المهم هنا في برلانتان كاين، ولكن ماشي داكشي ما قنعتنيش شي حاجه، كاين بزاف ولكن ماشي داكشي اللي على بالي. المهم جيت لهنا الهوم جودز، غادي نهود دابا الهوم جودز وغادي نديكم معايا البنات، ونتمنى يعني تعاونوني نتوما وتعطوني رايكم شي حاجه زوينه، شي كادو، يعني شي كادو، ما عرفتش كيفاش نقول لكم، كادو لدخل الدار. داكشي علاش قلت نديكم معايا البنات، عزلوا معايا الا لقيت شي حاجه اللي صافي تعمر لي العين وناخذها في البلاصه هي هذيك، ما لقيتش راه غادي نتسنى رايكم ونتسناكم تعزلوا معايا ان شاء الله. يلا ندور هو الاول عاد ديك الساعه نشوف واش وقت، اكيد ما نلقى هنا. انا بدا كيعجبوني الديكورات ديال هنايا وداكشي، دابا هادشي ديال الكريسماس راه مع الباب، ها مرا الدنيا. هادشي غير ديال الكريسماس على الجهد، هادشي ديالهم دابا فين ما تدخل اي ستور، اي ستور تلقى هادشي عامر. واو شوف هادو جابوهم تاني، هادو جابوهم فيهم الايد بحال هكا، دار ليهم 17 دولار زوينين. هادو عرفتو شحال قلبت عليهم؟ كنت جبتهم عند بنت عم راجلي وعجبوني وما لقيتهمش، هي باش كنت خديت هادوك اللي عندي دابا في الدار، وقت هادو كيجيو شي شكل ديالهم كتنزلو ليكم الشباب الشكل ديالهم شحال كيبان انا زوين. هادو زادو فيهم هاد الحجيرات، شي ديال الجاج معجبين بيه والله، ما عرفت بقى حيره واش نشوف شي حاجه تلمعان اولا نشوف شي ديكور لي يتحط اولا، والله ما عرفت بقى حيره بقى، يعني ما لقيتش شي حاجه اللي تعمر لي العين. فين هاد السيت؟ هذا حتى هو هادو دايره 25. شو البنات شو الكارطه ديالي ديال بلاطه فين خاشيه باش هكا ما ننساهاش، هادي راه هكا الدور لي زوينه، هما دايرين الكبير ودايرين الصغير ديالو. هادي داير لها 30 دولار، وهادي داير لها 30، بحال بحالك الكبيرة والصغيرة، يعني بجوج 60. شتو؟ والله ما عرفت كدور. دورو نشوف هادشي ماشي ديالنا هادشي، واخا كيعجبوني هاد الكيسان، يعني واخا هما ماشي يعني نقدو بحال كنديرو فيهم، نديرو فيهم مثلا كلعاس، نديرو فيهم شي تحليه شي حاجه، ماشي بالضروره تخربق ديالهم، هما نقدو حنا نسكيو هادشي ونستعملوهم لحوايج اخرى. كاين تاني هاد السيت هذا، واخا هو كيتباع مفرك وتقدر الواحد يجمعو، شفتو بحال هكا شي سيت كبير صغار وكبير، هذا صادين ثلاثة وهذا دايرين لي ربعة، هادي الفراقة ودايرين معاها تاج جبيد ما كيجي بحال هكا. هدا كاين تاني هدا، كاين هدا بزلافة ديالو، شتو هدا
هادو اللي كيتفرجوا من تحت. $10 فيها 4. كنت حيرة، بقى حيرة، ما عرفتش واش نشوف شي ديكور بحال هكا معهم، يعني شي سيز ولا شي حاجة بحال هادشي الحلويات بحال هادشي ديال التقديم، أولا نشوف شي حاجة ديال الديكور. بقى ما المهم غندور لكم تشوفوا معايا. شوفوا السيرفيس اللي ماشي كان مزيان، هذا فين هذا اللي كيكلته، نحاول نصيبو ونشوفو كيف هاديته، وهذا نصيبو. هذا صار ثمانين، هذا 4، وهذا كيفاش شحال دايرين لي الواحد 5، وكذا ما دايرينش فيه الجباب، ما دايرينش فيه الجباب، دايرينو غير بحال هكا. حتى هاد الثلاثة هادو زوينة، هاد فيه جوج 4، جوج 4، دايرين فيها غير 6 ديال الكراسي. هذا سوا عجبني، طلع السيف بديت نضرب الحساب نشوف شحال غادي يطلع. هاد اللمبة على طويل، على طول مني، شوف شحال دايرة. هادي شي حاجة زوينة، دير لها $80، عجباتني هادي، هادي تتحط في أي بلاصة. شتو كريستال هادي دايرين، رومانتيك، دير لها سمية رومانتيك، زوينة هادي، عجباتني. كاينة تا هادي، تا هادي كتجي موديرن، دير ليها $100. هانتي شوفي هادي لي جات مخلطة بين هاكا، هادي دايرة $130. حاجه كتنسي في حاجه، وفعلا درت ودخت وسط هادشي ما عرفتش. كعجبوني حتى واحد المرايات غادي نوريهم لكم، حتى هما يعني كيجيو هديه زوينه باش ندور لكم تشوفوا. ودابا ان شاء الله رجعت للدار البنات، غادي نبدا نوجد في الغداء. المهم هنا غادي ندير الدجاج اللي سبق لي ومشرم له، غادي نرجع بكم ان شاء الله الويكند نوريكم هاد الدجاج هذا، شاركته معكم الوقت اللي كنت كنشرمل فيه. هكا البنات هذه طريقه زوينه عاد كنخدم بها بحال هكا، يعني كنشرمو كنشرملو وكنجمعو، والوقت اللي كنبغي خصوصا دابا مع الخدمه كتجي ساهله، سهل القضيه بزاف. المهم غادي نشارك معكم التتبيله اللي درت لهاد الدجاج، راه كيجي فتي وكيجي زوين بزاف بزاف. المهم غادي نخليكم ونرجعوا شي شويه اللور كان ديال البنات، ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الفيديو. المهم دابا البنات خديت واحد، هنا خديت واحد جوج دجاجات كبار اللي قطعتهم، قطعتهم بحال هكا، يعني قطع بين وبين، ما صغار ما كبار. غادي ندير لهم واحد الاقامه، هذا ما فلحتهمش، حاولت نفلحهم كلهم باش تدخل فيهم، تدخل فيهم هذه الاقامه. شغنقول لكم البنات، قلت لكم غادي ندير هذا، غندير لهم واحد الاقامه، منهم غنطيب الغداء ومنهم غادي نجمعهم. يعني عاد كندير هاد القضيه بحال هكا هكا، يعني على حساب الاسبوع. بعض المرات يعني كتجي كتكوني راشقه لك كتبغي طيبي تبغي ديري، بعض المرات يعني كيجي الواحد الله يحسن العون كيكون عيان، ما كيكون فيه ما يوجد الغداء وداكشي، كيبغي اسهل حاجه. المهم انا هاد الطريقه هادي جاتني عمليه، جاتني مزيانه، ديال ترقدوا الدجاج وتخليوه تلوحوا في المجمد. يعني انا غادي نرقد هاد الدجاج هذا وغادي نطيب منه الغداء، واللي بقى غادي نديرو في نفرقو نديرو في المجمد هكا كيف ما قلت لكم، الاوقات او الحاله في الطوارئ على حسب لقانا. المهم البنات هنا خديت واحد شويه ديال الثومه، غندير الاقامه في واحد الزلافه، عاد عاد مثلا هاد الدجاج هذا خديت هنا واحد الصوص ديال الثومه، المهم على حساب الكميه البنات، يعني درتهم غير بحال هكا في الفرشيط. هذيك اللعيبه المعاسه ديال الثومه والله الا دائما كنسى، انا دابا وسط هادشي وسط الماعن وسط هادشي وكنسى. غدا ان شاء الله او نهار اثنين ان شاء الله ناخذها. غادي ندير واحد هذا ثلاثه ديال المعالق ديال دانون مسوس بدون نكهه. بالنسبه للتوابل البنات غادي ناخذ الملح،
عندي الملح اللي غادي يملح ليا هاد الكميه اللي عندي. بالنسبه للكميه كما قلت لكم على حساب شحال دايرين نتوما ديال الدجاج، يعني كنتو دايرين غير نص، يعني غتنقصوا التوابل. انا هنا كما كتشوفوا دايره كميه كبيره، داكشي علاش كنزعم شويه. عندي هنا البزار، شويه ديال الخرقوم بلدي، سكين كبير، الحامض خصني ناخذو مابقاش عندي. مهم هنا عندي البنات واحد الخليط ديال اولا مزيج من هذا من العشوب، كلشي عندي هذا الزعتر زعيره هذاك سميتو الحلحال، مهم واحد الخليط كناخذو. غادي نسم به هو الدجاج ديالي. بالنسبه للحامض كما قلت لكم ما عنديش الحامض الطري، غادي ندير الحامض المصير. اللي عنده الحامض الطري يعني عصر واحد الحامضه اولا على حساب الكميه كما قلت لكم. شوفوا هذا راه الحامض حاله البنات، هذا راه كنت شاركته معاكم، شوفوا كيف صبح عاد حيل، عرفتوا واحد الريحه فيه يا سلام. بالنسبه للاخوات اللي بغيو الطريقه ديال تصبير الحامض، غادي نخلي لكم ان شاء الله صوره في الوصف، سبق لي كنت مشاركه معاكم. غادي نخلط هذا الشيء كامل، هادي المعلقه ما خدامش، كاين محسن من الايد. وغادي نشرمل هاد الدجاج حاجه بحاجه، نحاول يعني ندخل فيه هاد القامه هادي. الدجاج راه كيجي رائع بحال هكا، نديرو مثلا نجبدو نديروه في الفران في سينيف وندخلوه الفران. بغينا نقليو يعني يجي بحال الدجاج ديال برا، حتى هو كيجي زوين، يعني ناخذو بحال هكا من يكون مشرب ندوزو في الدقيق ديال الفورت، ندوزو في البيض وندوزو في لاشابلوغ ونقليو، كيجي تاني زوين. بغينا نديرو في هذيك الاير فراير اللي كنت شاركت معاكم، حتى هو كيجي زوين، يعني كتبقى طريقة الطياب اختيارية. وقت انا من الاحسن كنديرو في الفران، كيجيني عملي كثر وكيجي ساهل. كنستوف سينية وندخلو في الفران. نخليو يعني قد ما قدرنا نخليو قد ما مزيان، يعني قد ما خليناه كيشرب لينا اكثر، هاد الاقامه كيشربها اكثر، كيجي دجاج يعني بحال يوغرت، كيجي يعني ما تشبعيش منه، كيجي فتي. غادي نغطي عليه ونخليه ان شاء الله حتى يشرب شي شويه، عاد غادي نحيد الكميه اللي غادي نطيبها للغدا، وكميه غادي نجمعها كيف ما قلت لكم. ماما يا شكون اللي دارها لك؟ دارتها لك ليلى ولا درتيها لراسك؟ ليلى. ليلى هي اللي دارتها لك. بلاتي ندور، بلاتي ندور مزيان نوريكم الابداعات ديال الدراري. شوف شنو دارت له ليلى، دارت له شعر. عندك شعر طويل بحال السبع، انتي بحال السبع، جا داك اللون لون شعرك. هذه ديالي ديال المونطو ديالي. واخا عليك واخا عليك، يلاه سير. غادي نوريكم البنات اش دار لي سميره كيعيا. مهم البنات كما شفتوا يعني رجعت بكم اللور، هذه هي التتبيله اللي درت للدجاج، زوينه يعني جا دجاج رائع. وهكا كيف ما قلت لكم عاد كنحطو في المجمد وكنساه يعني الوقت اللي كنبغي كنلقاه موجود. وهنا البنات غادي نرافق الدجاج ديالي، غادي نرافقو هنا بلا بيوري ديال البطاطا. سبق لي مشاركت معكم واحد الطريقه ديال البطاطا اليوم، خديت البطاطا اللي سلقتها بالجلفه ديالي، يعني عمرت عليها الماء ودرت عليها شويه ديال الملح ودرتها كتسلق، غير غسلتها يعني بالجلفه ديالها بكلشي ليها. من بعد البنات ما تسلقت حيت ليها الجلفه ديالها وضفت عليها الحليب وضفت عليها شويه ديال الثومه وشويه ديال البزار، وشعلت على داك الحليب حتى غلى، غير غلى
ومن بعد كيف ما شفتوني طحنته ودابا هنا حطيته في طبسلات وحطيت عليه الزبده. راه كيجي رائع رائع هاد لابوري بهاد الطريقه البنات. مهم ورافقت لهذا الغديوه ديالنا ولا الشيوه ديالنا ولا الكاسكروت رافقته بشلاضة اللي درته بالباربا. الباربا بنفس الطريقه اللي كنسلق يعني بكميه مني كنجيبها وكنحتفظ بها في الثلاجه كتجيني سهله كيف ما شفتوني. غير جبتها ودرت عليها شويه ديال المايونيز وحطيتها يعني كتكون هكا سهله باهله كتكون واجده. الخس غاسلاه ومنشفاه ودايره في الثلاجه موجود. ودابا ان شاء الله صافي هنا كنوجد في الطويبله ديالنا ديال الغداء. المهم البنات اش غادي نقول لكم غير جربوا هاد الدجاج بهاد الطريقه هذه راه كيجي لذيذ وكيجي زوين بزاف وكيجي اش غنقول لكم البنات كيجي فتي يعني ما كتحسوش به ناشف رغم انه يعني فيه صدر فيه كل شيء ولكن ما كتحسوش به ناشف كاع بالمره. المهم هذه كانت الغديوه ديال اليوم وهذا كان النهار ديالنا. المهم البنات خليوا لي الراي ديالكم قولوا لي كيف جاوكم عطوني بعض الاقتراحات يعني بغيت ندي هديه. هادشي اللي صورت لكم اليوم في هوم جودز يعني شنو اللي نقدر ندي شنو اللي ما نقدرش ندي. مرحبا بجميع التعاليق ديالكم وما بقى لي البنات غير نودعكم ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه كنودعكم في يد الله.